إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان آثار الأدوار القيادية على أداء الحكومة الإلكترونية في عمان، قدمها الدكتور يعقوب بن در محمد البلوشي لجامعة فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2017. دراسات عمانية. يقول الباحث في ملخص دراسته إن الحكومة العمانية وضعت رؤية لتحويل الأمة إلى مجتمع مستدام المعرفة من خلال دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات الحكومية. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2012، تحتل سلطنة عمان المرتبة 64 عالمياً في مجال الجاهزية للحكومة الإلكترونية، وهي أدنى مستوى بالمقارنة مع غيرها من بلدان المنطقة. وعليه هدف الباحث من هذه الدراسة النوعية إلى استكشاف العمليات المرتبطة بمشاريع مختارة من الحكومة الإلكترونية غير الناجحة في عمان، وأيضاً بحث عوامل الفشل وتوليد نموذج مصحوب بتوصيات لدور المديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية من أجل التنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية. ويؤكد الباحث أن النتائج الرئيسة التي تطورت إلى مفهوم نظري أوصت بنموذج للقيادة يمكن للمديرين التنفيذيين في عمان استخدامه في التنفيذ الناجح لمبادرات الحكومة الإلكترونية. استرشد الباحث بثلاثة أسئلة بحثية، هي: كيف تدعم الأدوار القيادية في المؤسسات الحكومية في عمان نجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية؟ وما المهارات القيادية التي يحتاج القادة إلى امتلاكها لتحقيق التنفيذ الناجح لمشاريع الحكومة الإلكترونية؟ وما نموذج الحكومة الإلكترونية الذي يمكن للمشاريع في عمان أن تحقق به قيمة القيادة الناجحة؟ ويقول الباحث إن عدد المشاركين في الدراسة كان 25 مديراً تنفيذياً يمثلون 5 مؤسسات حكومية في عمان. ويذكر أيضاً أن 4 محاور برزت من تحليل بيانات البحث، هي: أولاً هناك حاجة إلى الحكومة الإلكترونية، وثانياً ينشأ عن الحكومة الإلكترونية مجموعة من التحديات، وثالثاً
التحديات تتطلب قائداً، ورابعاً القائد بمهارات خاصة يمكنه التغلب على التحديات ويخلق طريق النجاح. ويضيف الباحث بأن الدراسة أظهرت أن هناك 4 مهارات أساسية في مجال قيادة الحكومة الإلكترونية، هي العزم واتساع المعرفة والتواصل والاجتماعية. تكونت هذه الدراسة من 5 فصول، ونقرأ من خاتمتها هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الدكتور يعقوب البلوشي: قال المشاركون في هذا البحث إن الحكومة الإلكترونية وتحويل المؤسسة هي من أساسيات التنظيم، ولكن ذلك يتطلب السيطرة والإدارة والتغلب على التحديات. إن التحول إلى الحكومة الإلكترونية هو رحلة من وضع مستقر ومعروف إلى حالة جديدة قد لا تكون سلسة. تتطلب الرحلة أناساً لديهم الإيمان بأنهم ذاهبون إلى ما هو أهم، ويثقون بقائد لديه خطة للتغلب على تحديات الرحلة. نموذج القيادة الذي يرشد المؤسسات العمانية في تنفيذ الحكومة الإلكترونية بنجاح ويرسم لها خارطة طريق للتغلب على التحديات يمكن توضيحه على النحو الآتي: لقد أقر المديرون التنفيذيون المشاركون في البحث بالحاجة إلى الحكومة الإلكترونية، ورأوا أن الحكومة الإلكترونية لها فوائد كثيرة للبلاد، إذ تقلل من تكاليف الإدارة، وتعزز الخدمات الحكومية، وتقلل من الوقت الذي يهدر عادة في تتبع موظفي الحكومة، كما أنها تبسط العمليات الحكومية، وتحسن كفاءة التنظيم الحكومي، وتشجع المستثمرين على الاستثمار في عمان. ويعتبر موقف المديرين التنفيذيين عاملاً حيوياً لقبول مشاريع الحكومة الإلكترونية. إن نظرية السلوك البناء التي نوقشت في هذه الدراسة تناولت عزم الفرد على الاطلاع بالمهمة. وفقاً لهذه النظرية، هناك 3 عوامل تحدد السلوك وقوة العزم، هي الموقف تجاه السلوك، وأهمية السلوك، ومراقبة السلوك. إن نظرية السلوك البناء توضح دور المديرين التنفيذيين في التأثير على مشروع الحكومة الإلكترونية. يتم تحديد السلوك التنفيذي تجاه الحكومة الإلكترونية من خلال قوة العزم والمراقبة الفعلية التي يمتلكها صانع القرار في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية. وقد ينطوي تنفيذ الحكومة الإلكترونية على العديد من التغييرات، منها التشغيل الآلي وتشغيل البنية التحتية واستحداث خدمات جديدة وتطوير معايير جديدة لجودة الخدمات. إن الموقف الإيجابي تجاه الحكومة الإلكترونية يدفع المؤسسات إلى التكيف مع التغييرات بسهولة، كما أن السلوك الإيجابي للإدارة تجاه الحكومة الإلكترونية يؤثر على تقبل المؤسسات لها. اتفق المشاركون في هذه الدراسة أيضاً على أن الحكومة الإلكترونية تحسن تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وقالوا إنهم يدعمون تنفيذ الحكومة الإلكترونية، ومع ذلك قالوا إن هناك العديد من التحديات التي قد تشكل حواجز على الطريق في تنفيذها، وقدموا أمثلة كثيرة منها
توفر الموارد البشرية الوطنية، وعدم التعاون بين المؤسسات الحكومية، وقدم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وعدم توفر الإنترنت في بعض المناطق. دراسات عمانية. كان ذلك عرضاً لرسالة دكتوراه بعنوان آثار الأدوار القيادية على أداء الحكومة الإلكترونية في عمان، قدمها الدكتور يعقوب بندر محمد البلوشي لجامعة فينيكس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2017. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.